ما تعرضت له من إخفاء قصري فجريمتي لم تكن سوى أنني أحمل القلم وكنت يوما من الأيام في مدرستي أمارس عملي كمدرسا في مدرسة في التربية والتعليم أفاجأ بمسلحين يأتون إلى المدرسة ويستدعونني والله ما هنئت ولم أهنأ يوم من يوم خرجت إلى اليوم بجلستي بين أولادي ومع أسرتي إلا وأنا عقلي معهم يقال عيد لا تشوفوا كيف نعمل احنا والله العظيم اقسم لكم بالله ما نلبس جديد كلنا بالبيت غير بنته لانه صغيره والله انني حتى حرمت الاكل الذي كان يحبه خالد ما رضيش اطبخه ما كيف نعمل انا اولا ام لشهيدي وبعدين بعد 6 شهور ام لمفقود طبعا مخطوف ايش يكون شعوركم لسه ما خرجتش من الصدمه الاولى جيت للصدمه الثانيه عمره 16 سنه لسه طالب بالمدرسه ولا له ذنب باي حاجه ولا له صله باي شيء لا بحرب ولا باي حاجه قلمه الذي بجيبه ولا بجيبه اي شيء انا انهارت عصبيا انهارت جسديا انهارت معنويا انهارت صحتي وعافيتي وكل شيء كل احاسيسي امشي بالطريق وانا كانني فاقد الذاكره لا كان عايش انا عايش بالدنيا ولكن انا حياتي مع اولادي ونحشد الكل المنظمات ونحشد كل الجهات الرسميه وغير الرسميه ان تبحث لي عن محمد ان تاتيني بخبر يقين محمد حي ام قد مات